試合も非常に難しい試合。المواجهات الثلاث الأولى كانت صعبة، وندرك أن المواجهة المقبلة ستكون أصعب. يجب أن نستعد لها كثيرا لأن السعودية خصم قوي، ويجب أن نستعد له جيدا. هيروكي ساكي مدافع منتخب اليابان: علينا أن نفوز على منتخب السعودية أولا لنتأهل إلى ربع النهائي. هذا هو الأمر المهم. علينا أن نفوز على منتخب السعودية أولا لنتأهل إلى ربع النهائي. هذا هو الأمر المهم. علينا أن نركز كثيرا على هذه المواجهة.